أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقاء عمل جمعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عدم السماح لإيران بحيازة أسلحة نووية هدف مشترك بين البلدين. وأتى اللقاء الثنائي بين الرئيسين قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتس الفرنسية، حيث ستناقش الديمقراطيات الليبرالية الكبرى في العالم والخلافات التجارية العالمية وملفات أخرى.